اليوم رح نحكي عن اضطراب التوازن، واللي بيهمنا أكثر نحن كأطباء أذان وحنجرة ومرضاتنا هو الدوار. الدوار هو شعور المريض بالحركة أو اضطراب بالحركة، سواء شعوره بالدوران أو شعور بالسقوط أمام أو خلف أو إلى الجانب. إذن أما اضطراب التوازن أو الدوخة فهي شيء آخر. الدوخة بتجي غالباً من مشاكل قلبية، مشاكل شرايين إلى آخره، يشعر المريض حاله أنه مثل بده يتعرض لحالة إغماء أو ما شابه ذلك. اضطراب التوازن هو شغلة عصبية غالباً تترافق بصعوبة بالمشي أو ما شابه ذلك. أما الدوار بالخاصة اللي نحن بنقصده، اللي بيجي من مشاكل الأذن الداخلية، واللي هي مرض كتير شائع وبصيب أكثر من 60% من الناس خلال حياتهم، إنه بدي أميز أولاً بين الأعراض اللي ممكن تصير هي شعور الإنسان إنه يدور أو الأشياء حول منه تدور، سواء السقف يتحرك، المفروشات اللي حول منه تتحرك إلى آخره. يأتي المريض بهذه الشكاية، أحياناً يأخذ ثواني فقط، هذا بنسميه دوار الوضع السليم، وعلاجه سهل. يوجد حصيات داخل الأذن صغيرة جداً، كريستالات نسميها، تتحرك من جهة إلى جهة داخل القنوات المسؤولة عن التوازن. هذه القنوات تنبه الدوار، فنحن بنجري إجراء بسيط، هو اختبار بنسميه ديكس هيلبك لنشخص الحالة، وبنجي إجراء آخر للمعالج هو علاج فيزيائي بنسميه إبلي مانيوفر باسم العالم اللي اكتشفها، بنحاول نرجع الحصيات إلى مكانها فيزيائياً. الشكل الآخر الشائع هو التهاب العصب الدهليزي، بيشعر المريض حاله عم يدوخ بشكل مستمر، دوار مستمر ساعات طويلة، ساعات طويلة بيقعد من ساعة وحتى يوم كامل، يحتاج أحيانا إلى استشفاء، دخول المستشفى، إقياء. لذلك هاي الحالة تحتاج إلى معالجة دوائي وتحتاج إلى معالجات أخرى. الشكل الثالث الشائع اللي هو الناس بيحكوا عنه كتير بنسميه دوار منيير، أو بيترافق مع نقص سمع، مع شعور امتلاء بالأذن، بيجي من ساعة وحتى 12 ساعة ل 24 ساعة يشعر المريض حاله أنه الأرض بتدور فيه. علاجه أيضا دوائي مع تقليل الملح وما شابه ذلك. أحيانا نلجأ إلى إجراءات جراحية بسيطة لتخريب مركز التوازن، بالطبع لا نلجأ إليها إلا إذا كان المريض يشكو من نقص سمع شديد. وسلامتكم.